هذا الموقع حين قدوم النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة بني المصطلق، نزلوا في هذه المواقع عند جبل الصلصل. هذا الجبل يعرف بالصلصل أو صهلوج الصلصل في منطقة البيداء. البيداء إذا اتجهنا إلى المدينة يكون أول شيء عندنا اللي هو ميقات ذو الحليفة، وإذا توجهنا بالعكس ذات الجيش بالنسبة للذاهب إلى منطقة بدر، وهذا طبعا الجبل اللي أمامنا جبل عير. لكن نرجع لحديثنا في هذه المناطق بجوار جبل الصلصل. حينما نزل النبي عليه الصلاة والسلام هنا فقد عقد السيدة عائشة رضي الله عنها، فانتظر النبي عليه الصلاة والسلام وانتظر كذلك الجيش وناموا حتى صبح الصباح، وما كان عندهم ماء، ما كان الموية في ذاك الوقت ما كانت موجودة. فاشتكوا الناس لسيدنا أبو بكر، جاء أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام نائم على فخذ السيدة عائشة، وصار يعني يغمزها في 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 خصرها يعني بقوة ويؤلمها، وما كان يجعلها أنها ما تتحرك إلا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام نائم على فخذها. حتى يعني كان يلومها أنه بسببك الناس جالسين في هذا المكان وما عندهم ماء. فنزلت آيات التيمم، وكان سيدنا وسيد بن الحضير يقول رضي الله عنه يعني ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبا بكر رضي الله عنهم جميعا. من هذه البركات في هذه المواقع نزلت آيات التيمم، وبهذه الآية كانت رحمة للمسلمين. وقال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.